صباح الخير على كل مشاهدينا من جديد. الجو ابتدى يحرر وكل الناس ملاحظة. خلينا نعرف رأي هيئة الأرصاد الجوية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس يكون شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، وحار على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على كافة الأنحاء، وفي ارتفاع في نسب الرطوبة بالنهار، وده طبعا هيزود الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2 ل 3 درجات. لمزيد من التفاصيل بينضم لنا دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة منار صباح الخير عليك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين، أهلا بك يا فندم. دكتورة منار، الارتفاع في درجات الحرارة بقى ملحوظ، وكمان الارتفاع في الرطوبة ابتدى نحس بيه وبيحسسنا بارتفاع في درجة الحرارة، هنستمر كده لغاية امتى؟ بالفعل احنا بدأنا نشعر بارتفاع في نسب الرطوبة أكثر من الأيام الماضية مع امتداد منخفض الهند الموسمي اللي دايما معاه كتل هوائية قادمة من على البحر المتوسط، بتؤدي لارتفاع في نسب الرطوبه كبير. يمكن ارتفاع نسب الرطوبه خلال هذا الاسبوع اعلى كمان من الاسبوع الماضي، بالاضافه كمان ان احنا عندنا ارتفاع طفيف في درجات الحراره بحوالي من درجتين، يعني درجات الحراره بتسجل ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه مع ارتفاع الحراره وارتفاع نسب الرطوبه، عشان كده احنا بنحس بدرجه الحراره المحسوسه اعلى دايما من القيم اللي احنا بنقولها، وبدانا نحس بارتفاع درجات الحراره المحسوسه، بالاضافه كمان في زياده لفترات سطوع اشعه الشمس خلال فترات النهار، وده بدوره بيؤدي مع التعرض لاشعه الشمس المباشره لمزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحراره. الاجواء خلال فترات النهار بتكون اجواء شديده الحراره خلال فترات النهار على اغلب المناطق اللي موجوده في الجمهوريه، فيما عدا السواحل الشماليه هي اجواء حاره رطبه خلال فترات النهار. خلال فترات الليل الاجواء معتدله تماما على كافه انحاء الجمهوريه، لكن ايضا خلال فترات الليل في ارتفاع في نسب الرطوبه، فبدانا نحس كمان بارتفاع درجات الحراره خلال فترات الليل، وده اللي متوقع يكمل معانا لنهايات هذا الاسبوع ان شاء الله. متوقع ان احنا نكمل بدرجات الحراره ما بين 36 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، سواحلنا الشمالية توصل ل 32 درجة مئوية، والسواحل الشمالية دي أغلب المناطق بتطل على البحر المتوسط، محافظات جنوب البلاد هتتجاوز ال 40 وال 42 درجة مئوية، يعني الأجواء دي مستمرة معانا لحد وقت العيد بإذن الله، يمكن كمان تكمل معانا لأول أيام العيد، لكن إن شاء الله مع الأسبوع المقبل وأول أيام العيد هيكون في نشاط للرياح ممكن يساعدنا على عدم الإحساس بنسب الرطوبة بإذن الله. إن شاء الله. كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا خلينا نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. نبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 36 والصغرى 24، الإسكندرية 31-23، مطروح 30-23، سيوة 37-22، بورسعيد 31-24، دمياط 31-23، الإسماعيلية 36-23، والسويس 36-24، العريش العظمى 32 والصغرى 23، طابة 36-23، كاترين 32-18، شرم الشيخ 38-28، الغردقة 38-29، الفيوم 36-24، بني سويف 37-23، والمنيا 38-24. أسيوط العظمى فيها 39 والصغرى 24، سوهاج 39-25، قنا 40 والصغرى 26، الأقصر أيضا 40 والصغرى 27، أسوان بتسجل 41 درجة والصغرى 27، الوادي الجديد 40-26، شلاتين 38-27، أما حلايب العظمى فيها 34 والصغرى 28. وبكده مشاهدينا نكون استعرضنا مع حضراتكم درجات الحرارة في مختلف مدن ومحافظات مصر. خلينا نرجع على طول لشاذلي والجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا، اتفضل. شكرا ليك يا منى.